بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرين عن سلام يا دمان شعبك هرميلان يا سلام يا وحانك لو سلام يا وانسيقاس سلام يا دادك هبيني مالن اتاقن مسيرك ميلان وان سلام يا وعن ربائنا هل فرين هل كان كقدبيو ما دام هذا هي شعب ويلا هرير ميلان أي نقصه كعين عيانة بدن ووحان كوري يعني الشعب يلده سأسين دوين كي باريه الدمع وين وجره إسلامار كان باهي مهمة دو أي تهي لوك تنوك جريا حاس الشيق وحانوك نهي سوء هلاي يسباح سراحي دو وذي يومارة تدك السوح سدو كدراي وعرقني وحال كان فرين وقدرايا لفت جرين نيهو دادكو إنا يهرنتو سكو شايقان يا خروح بدن داد أديقا مارا تايم حايا توري كارون أو قد يدى كاغرون وإما كران وين الجيران هادي خرثوهين لكن نينك هادا ماانتا الدكرياتا دا قعانتي سكو جرتا أو إنا قد يدنا كو جرتا عن أمهي ناقص ليه كان الله إلهي أرما كو دبا فيالي كرتان أصلان هوا أديقا بسيدا أناقا معني أصلان هايوان ميكا أصلاً هأرما كودا وفيالي كارتان أو خد يدعى عمرين إنو ليهي وأذيه نوم مغدا نيهو كونفرق البيت مسي جوغ دون تيت أو أمبا أفر سنة كالجوغ أمبا تبان سنة كالجوغ أمبا لبعتان سنة كالجوغ معني ودنبين وابحي سيدا قاربكا أغنهي معني مسي تاقناد دون تيت تبان سنة كودرسو أمبا لبعتان كودرسو أمبا لسنة كودرسو ugu dambeyn waa bixay maadaama aad bixist in malaayiin tan dulman ee reer Maylan ay ku duceeyaan mucaarad iyo muhaafad waxaad ku heli kartaa warkayga waanaado waxaad ku heli kartaa in qodobkan madaxweynuhu ku xageen aamil saartid macni dammadan inuu dhamaado arna baarlamaanka isugu yeer qodob دستوري كدك معني مدحوين وكحجان وحا اسكال مرف لما يدقل اي سن اهين مدحوين وكحجان معني جبي هيس بدستور كان مقراه ورك حعد هذا نما كان انا قوستان عربنا باش فرنتا اسكو شيرا مكتر نما كان انا قوستان عربنا اي دمع دمبقو كان ما هذا انا قوان عرقني اي نو نما اللي راه ذو بقذي هذا ما شاء الله وحادريمي ايغو شبالة هاوسو دقن إني كيف اسكدهن نمان كان وردق موين كأناغا اسكا عنانان اينا او باشو مارور بالعنانا كرا لكن كرك سو دياري او شكدو مدحوينو كوحيان نمان كان جيبي قود با حكا قوستانو اوكي اللعال مركا بحضو وابيحي مبتح شكو كومجري ام باتبان سنة هكو غالت ام بالباتان سنة وابيحي مركا بحضو وحدوسا الإلهي ما يدهن وحاقب سكرة تسالي نين هوية معني ناقي هوية سكرة داودان بيسانا هين نين معني هوية سيدي الربان ويلاي اي ما كر مركا مركاس وحوكا لقا هوية مدحوينو كحاجان سيسان أدعين اذا معان باشو قعانتا ذي كجرتا يا باشو قعانتا ذي كجرتا حد قوانك قهر جان سايستا انا غير جان سايسنا وايو حد معني لما جوق حلي هويه كي جي اس وكتلي لما جوق حد غوانك ديغل امرفل غانتدو كوجرا كلمن ديغل امرفل كلمن غانتدو كوجرا حد ما سمي كرتا انت فريستو او اوا غير بارلمان اوا كانا الما دريال باشان دستور كديغا مدي كرتا او قوسك هويه ما دمي كرتا انا كسا سارنا hadaan ahay eeno dhalinyarada KGS daan ahay qoyska hawiye in la gabagabeeyaa rabna ma gabagabeey kartaa ragmata anagu ragannimadaas aan kugu ogeyn hadaa gabagabeey karto naga gabagabeey hawiyadan badan damac ka dhamaad markuu leeyahay xasiiq eeno shantaan qofood qof ka door markuu leeyahay adeer macaan intaas adaan gaarsiino hadda go'aanka gaar qodob waa
laba haday nimankan imaadaan xitaa haday nimankan waxa dastuur haday yihiin waxay ka bedeli karaan mala sharciya qabanay aniga dhamaa ku xoomeyno laakiin hadda wax taagan malebe okay eeno qodobkaas saa ka leeyahay eeno muhiimadda intaas waa warku waxa ku soo gabagabeenaa shamba hees shamba shan leey leeyahay ku soo gabagabeenaa shamba shamba jira wada dhasho jahya karin wada dego jadin kala qootaya maryaha maryaha kala jeexan jiray waxa kala geenacab jahaba qarbu ku daray adayra jiray jiray mane shamba jira wada dhasho jahya karin wada dego jadin kala qootaya maryaha kala jeexan jiray anigu digil imrafla waxaan ka rabnaa inay jadinkan isla qootaan maryahan ee kala jeexdaan iyo ee raaxaystaan warka inta soo ku soo gabagabeenaa KGS maanii madaxweynaha ku xigeenkeeda go'aanka gaar intaadana bixin maanii waa bixi iswarsi ma lahee 10 sano kugu qaadato 20 sano kugu qaadato 30 sano kugu qaadato waxa sameysid samay KGS inaa horumar u sameeyso waan arag بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبو ادجوكتان كسو دواده ورباهينتيني اس ام سي ان بدن بان هادلني هدا وها ويه دور كا ددوينها تليفون كا ايا فرن قف لو ديداي ما جيرو معارض اي محافظ هويه اي دارود دير ديغل مريفله بشنات ماي ام ها تليفون كا دودن وها ويه مدحوينها صوماليا مدن حسن شيخ محمود bay dhabo markuu tagay hawiyan ahay madaxweyne ku xigeenka hawiye hal la siiyo ayuu ku yiri lafta gareen adigu ra'yiga aad ka qabtaa maxay tahay hawiye xaq ma u leeyahay in madaxweyne ku xigeen laga siiyo maamulkii lixda gobol ay kala gooyeen xasan uu kala gooyay saddexdi soo hadhay in madaxweyne ku xigeen laga siiyo xaq miya mise xaq ma ahan dooda saasay noogu furan tahay soo dhawow qofka ugu horeeya walaalkayow studio aad joogtaa mana maqlaysaa hello what's wrong walaalka isaga nama maqlaayo maleen hello mana maqli There is snake in the grass. ciladan haysta maxay tahay? cilad yaraan haysta waan bixin doonaa hadii Ilaahay ka raali noqdo ciladaasi saan rajaynayo. Waxay ii dulqaado ku jir biin Ilaahay baari. Marka aan ku cilin doonaa su'aasha waxa weeye madaxweyne ku xigeen xaq ma u leeyahay hawiye in laga siiyo state Maryland. Ha iyo maya idinka la idinka rabaa. waxaan rajaynayaa mar kale aan eegayna insha Allah hello walaalka qadka ku jira ma maqashaa hello strong I don't know hello hello maalin aad ma maqashin miya hadda waa ku maqlaayaa hadda waa hadli kartaa saan rajaynayo soo dhow waan salaamayaa SMC waxaan leeyahay doorka ku saabsan maxay ahaydeen Maryland Xasan Sheekh Maxamed ama see maxay ahaydeen hawiye madaxweyne ku xigeenka Maryland malaha khalad weeye ku socod haye khalad buugay mid sababtoo ah state wali waxa haddu madaxweyne dooranaya iyo haddu madaxweyne waa maxay madaxweyne ka hayn dooranayaba waa inuu dadka state ka u dhashay ka dhex yimaada waa inuu qodayaasha iyo guurtida iyo culimadooda ay ka dhex timaada waa inuu san qofna u yeerin karin waxa ay iyagu dooranayaan ku soo haye marka aniga intaas aan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شا سوي ما تسنتهي تليفون كفريا قف كلانك قبان دونا سو دوو رأي قاقا أنا هذا الملهي السلام عليكم وعليكم السلام وحي دودو أحيد بها نمرا يا أنو هل كي قد دقيقة وقت تورنا يا وحي دودو أحيد
مدحوينه ضد وحي هيد أو هذا الكعوها معناها الحوي من اللي هي مدحوينه كتوجين كونفرج البين مكلين ها وصح جوابته وما ملحن إذا أبتوا تايمر كير حوي هذا طبعا ما كونفرج البين قل مدو أي مدحوينه كتوجين كان نقطة أما أي كان نقطة هير شبيل أما أي كان نقطة بالكي لبلا ميراد أي كان نقطة مركز حقو يرانكرا وحق يقول لي هين ملك مركز هذي أقولان ريا كونفرج البيننا إنه معناها مدحوين كحجين سيان كونفرج البيت كسيان هوية كسيان يلا يدنا روسا مركز أنا صار عندي هنا كله وأنا كبر أنت بقول ما سين ولا الكاس ولا الكلا قد كجرا هاي رأي جاجا عليكم السلام أنا هذا الملي رأي جاجا هلو ولا الكاس سجى ما حد لاي ولا الكلا قد كجرا هلو السلام عليكم رأيك عليكم وعليكم السلام أنا نو نو قاعدين سيدي إذاً ما حسنت سؤال هذا أبن عدك على كورو قاد ولالكي تليفونك دو هذا أتمي دقائي دو كسع أنا نو عدك تلذات أبن لكتي إذاً ما حسنت لكن وركاس ورصادهم أقول هذا نم ولكن إمرفل دانك جرم dowladdi federaalka baa ku dhismaayti maamul goboleed in hadii loo taalo gala aan hadda meelir inis ku aha oo tashal gaado doona fantay sax baygas madama sweden taylada magaad gaado meelir oo magaala soo banata baa madama taylada di sweden yahay wal ogolaad kormay wal gaado doona ma insha Allah hadii la yarmay walaalka isaga aad u maasan yahay walaalka la qad ku jira هاي رأيك هذا محوية هذه ولالكي ولالكي السجاء يعني وكم قيانه ملينا هذا هلاو هاي رأيك هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ولا ما قلا يا هذا الكذالي يعني هذا الملي عاو وعد ما حصلت هاي وعد ما حصلت هاي في كرك السليم كا هذه مرول بأن اللو ذا جيسو إن سؤالك hadii aan ka jawaabo nimankan oo hawiiga iska lahan ee maxtoolay in xaqna u malahan in ay qaataan madaxweyne ku xigeen oo KGS dadkaas waxay xaq u leeyihiin in la iska baleeyo oo la yar la dhaho ayaa xaq u leeyihiin bi maqlay soo laalo aad iyo aad dadkan anaga dad markaan ay reer KGS hadii aan ku noqono madaxweyne ku xigeen Puntland hadii aan ku noqono madaxweyne ku xigeen maxay toolay galmud maxay toolay ayagana markaas bay ku noqon karaan laakin manana weydiin karaan manana ugu codsan karaan dadkana waxaan u sheegaynaa inay halkaas ay naga maraan insha Allah salbilaar insha Allah jalna hadii kale waa wala shaqana walaalka isaga uu mahadsan yahay markaysa caawada codad ma gudbinayno laakiin taleefannada tooska aan qabanayna bas qof walba raayigiisa ayaan sugeynaa marka aan ku celin doonaa dadka gadaalka soo galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud saacadii ugu dambeeyay wuxuu miiska soo saaray oo yiri waxaan rabaa in madaxweynaha ku xigeen nalaga siiyo state kan Maryland amma shabeelada hoose in banaadir lagu daro labadaas midda aad jeceshihiin macnii qaata marka qof walba raayigiisa fiirin doona reactionka umada Soomaaliyeed iyo dadka assalaamu alaykum maylan wa alaykum assalaam